الموسم ما كملش بسبب اي سبب، منهم السبب الابرز دلوقتي هو الكوفيد 19. كان في لوائح محطوطه قبل ما تيجوا، وهي قصه انه لو نهايه الدور الاول، لو في الدور الاول يلغى الموسم، لو ما بعد الدور الاول يبقى ممكن الجداره الرياضيه او غيرها. هل دي نفس اللوائح اللي بنسير عليها دلوقتي؟ احنا الحالي ماشيين الاسبوع ال 34، عاملين مشروع الاسبوع ال 34، والدوري ان شاء الله ان شاء الله هيخلص في اخر سبتمبر. اخر سبتمبر سبتمبر ان تمام شاء الله. ولا قدر الله في اي يعني اي حاجات تانية مشاكل، احنا جاهزين على طول. يعني احنا ما بنمشيش من الاتحاد، يعني بنقعد في الاتحاد اكتر من بنقعد في البيوت، فيعني شغالين على كل السيناريوهات، وان شاء الله الافضل للانديه المصريه وللدوري المصري. اذا الغي الدوري بيتحدد بطله ازاي ولا لسه ما لا اتحددش؟ ان شاء الله احنا ان شاء الله احنا ماشيين لغايه هو ان شاء دلوقتي الله مش الاتحاد هيتلغي، ماشي انا صح. مش بقول هيتلغي، بقول لو لا قدر الله يعني. لا لا قدر الله، احنا يعني داخلين بنبقى عندنا سيناريوهات، ولو في حاجه ان شاء الله هتبقى معلنها لكن قريب. لسه غير معلنه حتى الان، بالظبط غير معلنه. بتقول هيخلص الدوري في 30 سبتمبر طبقا للمشروع المقدم. بالظبط، ده كان المشروع المهندس مازن مرزوق اللي كان بيتولى المسؤوليه كان قايل نص اغسطس، فايه الجديد؟ بالظبط. احنا اول ما كابتن حسام، يعني كابتن حسام بدري قعدنا معاه الاسبوع اللي فات نناقش احتياجات المنتخب، فأهم نقطة اتكلمنا فيها قبل الأجندة الدولية والمعسكر التواريخ اللي تناسب المنتخب المصري. تمام. ونفس الموضوع مع كابتن شوقي، قعدنا معاه وعندنا بالظبط اولمبياد. بالظبط واتكلمنا في النقط دي. فدي فترات توقفنا، ممكن نبقى مثلا خسرنا كام يوم، بس ده المصلحة للمنتخب ومصلحة للمنتخب المصري تمام. الأولمبي. فبناء عليه عوضنا التواريخ دي ورحلنا، ونخلص في سبتمبر ان شاء الله. وبالتالي في الاولمبياد هيكون في ماتشات، كان ده مقرر من جانب المهندس مازن مرزوق. هل لسه عندنا ماتشات؟ المقترح الحالي في الاولمبياد ما فيش ماتشات، مفيش ماتشات. بس ده مشروع، يعني ده مشروع احنا لسه اشتغلنا عليه. بعد كده احنا من اول اسبوع ال 14 حسب بقى، يعني هنشوف ان شاء الله الدنيا ماشيه بتحل ازاي. مشكله كبيره دي، لان في انديه قالت افرض انت تظلمني، افرض انا واتخذ مني في منتخب الاولمبي عدد كبير من اللاعبين، فكان في اكتر من نادي اعلن بالظبط، اعتراضه وللاسف يعني. ظروف استثنائيه علينا كلنا دي، يعني بس فبنحاول على قد ما نقدر. وبناء عليه عارفين هيبدا امتى الموسم اللي بعده، بما ان ده يخلص 30 سبتمبر. ان شاء الله امتى؟ هو اعلن حراك في الوقت على طول، بس احنا المشروع يعني قول لي عاملين. المشروع، مش شرط انه يكون كام، انه وافق عليه او خلينا دلوقتي في الاسبوع ده، في يعني انه يخلص. عايز تروح خلينا نخلص. السيزون الجاي احنا لسه ان شاء الله لسه في، يعني